السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة بيوم جديد. طبعا هلا أنا شغلت الوقت أو سرعته وخلصت النهار مشان نبلش بيوم جديد ونشوف شو بدنا نعمل اليوم. طبعا اليوم في أخبار جدا جميلة جايب لكم إياها. طبعا هاي الماكينة بتاخذ سماد، بس هي عم بيلها شوية سماد، بس ليش ما خلصت العقد تبعها؟ تمام، خلي يكمل هون شغل لحاله. تمام، راح اروح هي اعبيها شوية بضاعة وارجع. طبعا هي لازم تاخذ السماد بس ما اخذت، لاني انا متفق معه انه بس ازرع له الارض زراعة ما بعمل له. شوف شلون هلا اول اشي ليش هيك؟ ايش بوي ليش هيك؟ طلع 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 طلع، شلون صاير الماب؟ طلع 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 طلع، شلون عم تمشي السيارة؟ بدنا نروح نشوف شي ماكينة زراعية او هدول الاماكن اللي بنشتغل فيهم غير الزراعة مثل المعامل، فهمتوا علي؟ بدنا نروح نشوف لنا شي معمل. تمام، فبدنا نروح ندور لنا واحد قريب من هون نروح نشوفه. في عنا هون المعمل اللي جنب الشوب، في معملين. اوه قطعنا المعمل. وين المعمل صار مدخله؟ طب خلينا ندخل على هذا المعمل اول شي نشوف ايش بده، او ايش هو الشي اللي بيقدر ينتجه هون. شو المدخل غلط؟ لا ما في غيره يا شيخ، والله حاطلي اشارة خطأ. ما في غير المدخل، يعني لو في مدخل تاني كان نص نصيبي. والله اتوقع انا ما مشتري هاي الارض. ما هون بدنا نحط لهم، طلع لي مازوت. بطلع لي مازوت. انا شو بدي بالمازوت اسوي فيه؟ بس هاي المنتج الوحيد اللي بيطلعوه، بتحط له هذا كون بيطلع لك مازوت. طيب خلينا نروح هون شو ايش بده يطلع لنا. هون صايره هي مثل مقنع، او مثل هون ممكن يلم حجر تمام او تراب. تمام، فهلا بورجيكم. طيب هلا بعد ما انا رحت سويت دوره في ارضي واكتشفت انه انا بدي انه المعامل كلياتها يعني بدهم شغلات لسه ما هي موجوده وما راح اقدر احضرها كلياتها هلا. فراح نسوي اليوم، راح نروح نبلش نعبي الحظائر حيوانات، يعني نبلش نشتغل بالحيوانات اكثر. تمام، بس ولكن قبل ما نروح نشتري الحيوانات، في امس انا اشتريت سياره او ركبت مود، كنت بدي اجربه وارجيكم اياه. يمكن هذا هو، يمكن هذا هو ليكو، هذا هو هاي المن. طبعا هو الهدف حاليا هي مو المن، يعني هو الهدف انه شيء تاني. خلينا نشوف شو في هون عندنا. تمام، هاي سيارتي وهي المعدات جاهزه، هلا بناخذها ونروح نشتري حيوانات ونعبيها. نبدا في اول خطوه في تعبئه الحيوانات. طبعا بينت هاي افخم من هذيك، هيك الواضح. جميل، والله بينت السيارة فخمة. وين هون قريب؟ على اليمين على اليسار. تعال نشوف السيارة غرفتها شو من جوا. نفس الرينو. نفس الرينو. عفوا، نفس المن، نفس المن. دخلنا على المجاني معلم. لا
وين المجانات اللي جت ينباعوا؟ شوف يا هون يا هون، الله أعلم. هون لا، معناته هونيك. ايوه تمام. هلا اول شيء انا مزرعه بدنا نعبي. انا اول شيء برايي اعبي هي اللي هي هون تبعيت الخنزير، ولا خنزير بلا، تبعيت البقر. خلينا نعبي تبعيت البقر، البقر انفع واربح من الخنزير، عرفتوا ليش؟ خلينا نعبي تبعيت البقر. فهي البقر كم وحده تاخذ؟ مو مكتوب، ما مو مبين. طيب على كل حال بنعبي البقر. كومفورت. هلا تعبي عليك، خليك شلون كنا. ايوه هلا تعبينا، اول مرة انصدمت. ايش هون الشي التالت؟ فيها ثلاث شغلات. حلو، يا الله يا رب. بنروح نوديهم طبعا. في هون كمان، هون نقدر نسحب تريل كمان ورانا، بس ما بدي اسحب تريل حاليا. طبعا الخبر اللي كنت اقول لكم اياه، او الموضوع المهم اللي اليوم بدي اقول لكم اياه، واللي شفتوه يمكن انتم على الشاشه، قلتوا ايش هو هاي بياناتها او صوره الثامنيل، انه اليوم او امبارحه اصدروا انه في لعبه جديده او نسخه جديده راح تنزل من محاكي المزرعه 22 بالفصل الرابع من السنه، يعني تقريبا بعد 3 4 اشهر راح تنزل لعبه جديده. تمام، فبيحكوا انه كتير حلوة، راح يكون فيها فصل الشتاء، يعني مخدم فصل الشتاء بشكل جدا كبير، وراح يكون فيها تحديات اكثر، وراح تكون لعبة يعني شوي جميلة. فهمتوا علي؟ فهذا هو الخبر اللي كنت بدي اخبركم اياه، بس نسيت التهيت بالحيوانات. والله السيارة ماشية حلو له. من هم من هول طالعين. على شو بدنا نلف لك على اليسار؟ ايش بدك تعرض؟ بدك تعرض يا شيخ. انا غلط، لازم نجيب من هداك الطرف. لف وقف. انا شايف بدي الغي العقد كله على بعضه تبع البطاطا، او اتوقع انه مظل عنده قمح او شو اسمه. وين مكان التنزيل؟ اتوقع هون. لازم نرجع راني. والله ضروري نجيب تنك مي. مو مكان التنزيل يا معلم، اذا مو معناته جوا. يا اما هون اساسا ما في محل بقر، هذا محل خرفان. والله اتوقع لك هذا محل خرفان. مع الخرفان، يا لحظي سيء. كذا محل خنزير. انا هون هون بروح افضي. يا الله عطوشي. انظر الشارع انظر سيبي. انا مخي خالص مسكر اليوم.
والله نحن وصلنا، بس وين مكان التفريغ؟ بس ما تقول لي هون. لا هيك. هون اتوقع لكم. طبعا انا بقول لك شلون بعرف. والله شكله يا معلم، الله اعلم وين. المشكلة ما في اشارات صفراء خالص. او يكون هون. هون 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 وجدتها. معناته ذاك الطرف تبع الاكل او ما اكل. طب خلينا نرجع رانيه. جميل. كومفورت. شلون معلم؟ وين هون؟ عادي ما كلهم هون ليش؟ وين باقي البقر؟ هون هون هون، سمعت صوتهم هون. ليكم. طبعا ليش انعزلوا؟ انا ما فهمت. طبعا هون صار قسم وهنيك صار قسم. طب هلا بدنا نروح نجيب مي لان الحيوانات. وين الحيوانات؟ الحيوانات وين لازم يكون؟ طبعا الجدير بالذكر انا ما بعرف وين الحيوانات او ليش ما عم بيطلعوا عندي، فراح اروح اجيب هلا حمل مي عشان اراقب غذائهم. ما غذائهم مو ظاهر عندي، اتوقع في غلط او في مشكله. المهم هلا نروح نجيب لنا حمل تاني. وين نروح نجيب الحيوانات؟ والله مشوار يا معلم. والله معلم تعرف وين اطلع؟ من هون في سيبي. لازم يكون في طريق. ايوه من هون. ايوه. طبعا احنا رحنا الحين على الشوب ناخذ كمان صندوقة مي. لا لا مو هيك مو هيك مو هيك. البقر ايش بده كمان؟ بده جريس. جريس كتير عنا والله. واو 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 واو. انا ايش ضروري لانك من المي صحي؟
طب راح ادخل هلا اشتري صندوقة مي قبل ما نكمل عشان نعبيها مي. طبعا صندوقة المي بعد عناء طويل ما لقيت غير هاي التريلا المي الوحيدة، هي الأفضل يعني بين كل الموجودات وصغيرة يعني أفضل شي لقيتها يعني وأرخص يعني وبنفس الوقت حجمها الضخم يعني إنه بتساعدنا تنقل مي بشكل جدا كبير. ركب أيوة امشي طبعا ما شايفين لأنه هي بالأساس لها مكان تتركب فيه. طب هلا بنروح أول شي بنجيب نعبي السيارة نكملها كمان بقر بعدين بنروح بنجيب مي. هذا الحمل ونعبي مي والفيديو الجاي ان شاء الله بنكمل اكل وبدنا نلم عشب الاول وبعدين بنطعميهم للبقر. طب هلا منين نعبي مي؟ هو سؤال جميل. انا برأيي اعبي المي قرب الشب، لا مو قرب الشب، بفكر احط حنفية مي جنب البيت. ايش رايكم بهذا الاقتراح؟ ده مو بطريق يوديني بودينا وشوية على الزب بس يودينا. طبعا احنا نقدر نعبي مي من هون بس نحن لازم نلاقي مكان نعبي منه مي بشكل مستمر. طب قولكم وين نحط الحنفية هلق؟ هلا فيهم طريق على اليمين وعلى اليسار بس وين بنحط الحنفية؟ والله برأيي حاط حنفية جنب كل مزرعة هيك أفضل. ولا نعبي مي من هون؟ والأهم نحط الحنفية بمكان ما بيأثر على الداخل والطالع. حلو هون في خزانات مي، ايش رايكم بنحطهم جنب خزانات المي؟ وفي مكان نقدر ندور فيه بكل سهولة. تماما والله عبى بسرعة. منين عبى المي؟ هو هون لازم نحن راجعين قرانيه دخلتنا كده غلط.
اه والله غلط. تمام الهو. الله، وين نحط لنا المي؟ ناصر سوق ويا جاك. تعال نشوف وين بتتحط المي عجب، لان هاي مكان المي. اي هون 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 صحيح. خالص بس هالكمية معناته امشي نروح نحط على الخنزير، ما بعرف يقبلها ولا ما يقبلها. الله بنشوف. والله جميل الحيوان، عم يدخلوا بالدور. اتوقع انه هو صاير مثله، هو مفرغ بتقدر تطلع منه وتدخل هنيك. جميل، تعال بنعبي كمان. تمام، عبينا. انلق بالروح الى المكان الاخر. طيب نص العيون ليش هي ما بتلف؟ ايش بصير معاه؟ خلاص بنصف هون وبنقول لهون يكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.